explaining the complex variables or the functions of complex variables. نتكلم على حاجة اسمها point sense. شوية definition في الأول، بعد كده نتكلم على ازاي نحسب continuity وازاي نحسب differentiation في الـ function. في شوية definition في الجوة عايزين نفهمهم مع بعض. أول حاجة يعني إيه neighborhood؟ neighborhood بتاع منطقة في الـ complex neighborhood يعني بالعربي يعني جوار. جوار وجوار تعني كل النقط المجاورة لنقطة معينة. أنا لو عندي في الـ complex plane نقطة اسمها زد نوت، النقط اللي مجاورة ليها هتبقى نقط مجاورة منين؟ لما كانت النقطة على الـ X axis النقط كانت هتجاورها من اليمين أو من الشمال، فكل النقط اللي في interval بأي نص قطر إبسلون كانت بتتسمى النقط المجاورة للنقطة X نوت. يبقى النقط المجاورة لنقطة X نوت على خط الأعداد هتبقى كل X بحيث إن X ماينس X نوت أقل من X. كل النقط اللي في الانترفال دي هي نقط محققة الإنيكواليتي. هتبقى انترفال سنترد عند X نوت، بتبتدي عند X نوت ناقص إبسلون وبتنتهي عند X نوت زائد إبسلون. ده الحل بتاع الايه؟ الانيكواليتي. لان النقط كانت هتبقى يا اما تجاور نقطه اكس نقطه من على اليمين او من على الشمال. لكن لما ابقى انا شغال في 2 دي مش 1 دي زي الحاله ديت، النقط هتجاور زد نقطه من فين؟ من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت ومن على اي اتجاه. يبقى اذا النقط المجاوره ليها هتبقى نقط موجوده جوه دايره. الدايره ديت هتبقى باي نص قطر ابسلون. يبقى النيبر هود بتاع بوينت زد نوت ديفايند از اول زد such that زد ماينس زد نوت اقل من ابسلون حيث ابسلون يساوي اي حاجه. كل النقط المجاورة لنقطة زد نوت هي النقط اللي تبعد عنها مسافة أقل من إبسلون. هنا كانت بتبعد عنها مسافة أقل من إبسلون فكانت بتبعد يا من اليمين يا من الشمال. لكن هي هنا أي نقطة جوه النيبر هود دهوت، المهم إن المسافة ما بينها وما بين نقطة زد نوت يكون أقل من إبسلون، دي تتسمى نقطة موجودة جوه النيبر هود. ابسلون بيساوي كام؟ بيساوي اي حاجه اكبر من صفر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو خدت ابسلون بيساوي 0.1 مثلا هلاقي النيبر هود بتاع نقطه زد نوت اللي نص قطره 0.1. لو حد خد نيبر هود الابسلون ب 0.01 هيلاقي نيبر هود برضه، بس النيبر هود ده هو ايه؟ بنص قطر ايه؟ 0.01. وواحد تاني ممكن ياخد نيبر هود بقطر 1 أو بنص قطر 1. يبقى إذا النقطة الواحدة ممكن يبقى ليها عدد لا نهائي من النيبر هودز. الديبنس على الإبسلون بتاعتك خدتها بيساوي كام؟ يبقى إذا النيبر هود يعني إيه؟ نيبر هود يعني النقط المجاورة للنقطة. مجاورة ليها بأي نص قطر دي متروكة ليك. إبسلون بتاعتك ممكن تساوي أي حاجة. يبقى إذا النيبر هود هي النقط اللي موجودة جوه دايرة. عشان كده بيسموها ديسك. النقط اللي جوه دايرة بيسموها ديسك. اوكي؟ ده أول ديفينيشن. حد عنده أي سؤال؟ نعم. إيه؟ إزاي تبقى دايرة وأنت ما عندكش غير إكس؟ هو أنت لما كنت بتقول مودلس إكس أقل من إيه؟ كنت بفكها إزاي؟ لما كنت بتقول مودلس إكس بيساوي ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول اكس بيساوي زائد او ناقص ايه؟ مش كده؟
اقل من ايه؟ يعني اكس من ناقص ايه لغايه ايه؟ فديت على خط الاعداد بس، ما كانش في عندي واي. كان عندي خط الاعداد بس، النقطه معرفه باكس، النقطه كانت على خط الاعداد، لكن دلوقتي النقطه متاخده من بلين. فالدايمنشن هنا كانت واحد، هنا الدايمنشن ايه؟ اثنين. لو بتتكلم على نقطه في السبيس، السفير، هيبقى النيبر هود ليها هيبقى عباره عن كل النقط اللي تجاور ليها من ايه؟ من اي اتجاه، فهتبقى نقط موجوده جوه السفير. الديبنس على الايه؟ السبيس بتاعك كان الدايمنشن بتاعه. اوكي؟ طيب، الديفينيشن الثاني حاجه اسمها انتيريور بوينت اوف ا سيت. سيت اوف بوينت. دلوقتي لو احنا افترضنا ان احنا عندنا مجموعه نقط في الكومبلكس بلين، مجموعه النقط ديت السيت دي اسمها ايه؟ اللي هي النقط اللي موجوده في المنطقه دي. يعني ايه نقطة اسميها نقطة داخلة للاي؟ نقطة جوه اي؟ يعني ايه نقطة هقول انها انتيريور بوينت لنقطة اي؟ انها تبقى جوه، ماشي صح، بس جوه ديت بالبلدي ماثيماتيكالي. يعني ايه؟ ماثيماتيكالي النقطة ديت هتبقى نقطة جوه لو امكنك ايجاد نيبرهود للنقطة دي بحيث النيبر هود ده هو يقع بالكامل جوه ايه، بحيث النيبر هود ده كل نقطه تبقى نقط من ايه. تاني هنقول كده هو زد نوت از كول ان انتيريور بوينت تو اي if you can find a neighborhood for z node which lies entirely inside. يعني النقطة ديت interior point زي ما احنا شايفين، علشان هيمكننا ايجاد neighborhood، هيمكننا ايجاد neighborhood بالكامل يقع جوه ايه. جيش واحد يجي يقول ايه؟ قال طب ما لو انا جيت كده اهوت للنقطة ديت واخد neighborhood بالشكل ده، مش هيبقى بالكامل يقع جوه ايه؟ مش شطاره انك تاخد نيبر هود يحتوي نقط من جوه ونقط من بره، لكن if you can find a neighbor hood which lies entirely inside E او كل نقطه ونقط من نقط E يبقى النقطه دي انتيريور. انت ليه خدت النيبر هود نص قطره كبير؟ ما انت لو خدت نيبر هود نص قطره صغير هيبقى lies entirely inside E. يبقى اذا السر هنا في كلمة if you can find، if you can find any neighborhood، أي neighborhood بالكامل نقطه تبقى نقط من نقط E، النقطة دي تبقى interior. طيب، والديفينيشن التالت، الديفينيشن التالت حاجة اسمها exterior point. النقطة إمتى تتسمى نقط خارجة من نقطة إيه؟ يعني النقطة ديت نقطة خارجة لنقطة إيه، ليه؟ لأنك you can find a neighborhood لنقطة إيه which lies entirely outside إيه. يعني يمكنك إيجاد neighborhood بالشكل ده يقع بالكامل إيه؟ outside. مش من الحكمة إنك تاخد neighborhood بالشكل ده، مش إيه؟ مش خارج إيه؟ الحكمة هنا هو انك you can find، if you can find، you can find يعني اختيار نص القطر بتاعك neighborhood ده اختيارك انت. انا لو خدت neighborhood بالشكل ده هيبقى بالكامل يقع outside، وتبقى النقطة ديت ايه؟ outside او exterior point.
يبقى الديفينيشن الثاني زد نوت از كول ان اكستيريور بوينت تو اي اف يو كان فايند ذا نيبرهود اوف زد نوت ويتش سلايز انتايرلي اوتسايد اوتسايد. يبقى انا هقدر احدد النقط دي اي نقطه انتيريور للست ولا اكستيريور ليه. طيب بعد ما قلنا الانتيريور والاكستيريور النقطه دي اقدر اعتبرها ايه؟ انتيريور ولا اكستيريور؟ لو انا خدت لها نيبرهود مهما كان نص قطره عمر ما النيبرهود ده هيبقى انتايرلي انسايد ايه وعمره ما هيبقى انتايرلي اوتسايد ايه. النقطه دي كل نيبرهود ليها كل نيبرهود مهما صغرت في النص قطر بتاعه مهما صغرت في الابسلون لابد انه يحتوي نقط من اي ونقط بره اي. فالنقط اللي بالشكل ده بنسميها لا انتيريور ولا اكستيريور بنسميها باوندري بوينت. يبقى الديفينيشن الرابع ان زد نوت از كولد باوندري بوينت تو اي اف افري نيبرهود for Z node must contain points of E as well as points outside. السر هنا في كلمة every neighborhood. السر في الديفينيشن بتاع الانتيريور والاكستيريور كلمة if you can find. if you can find يعني اختار نيبرهود بأي راديوس ابسلون اختار ابسلون زي ما انت عايز. لكن في الباوندري بوينت every neighborhood every neighbor مهما كانت الابسلون صغيرة مهما صغرت الابسلون بتاعك لو كان كل النيبرهودز مهما صغرت الابسلون بتاعتك يحتوي نقط من اي ونقط من بره اي النقطه دي تتسمى باوندري بوينت. ماشي الكلام؟ يبقى النقطه دي باوندري والنقطه دي باوندري النقطه دي باوندري بوينت النقطه دي باوندري بوينت النقطه دي باوندري بوينتس. ناخد الديفينيشن الخامس ما هو الباوندري اوف اي؟ يعني مش تعريف النقطة باوندري بوينت، لا كلمة باوندري. الباوندري of E is the collection of all its boundary points. يعني مجموعة كل الباوندري بوينتس بيمثلوا حاجة اسمها الباوندري بوينتس. مجموعة كل الباوندري بوينتس دي تمثل الباوندري بتاع السن. هنا في نقطة، هنا في نقطة. تعالوا نرجع للانترفال دي. تعالوا نرجع للانترفال دي. كبرها شوية ليكم كده وأقول ادي اكس نوت بتاعتي وادي النيبرهود او ادي ست اي ادي ست اي بالشكل ده. النقطه اللي هنا دي النقطه اللي هنا دي تتسمى انتيريور ولا اكستيريور؟ انتيريور. ليه؟ يو كان فايند نيبرهود ويتش لايز انتايرلي انسايد الست بتاعك. خد النيبرهود نص قطره بالشكل ده. طبعا النيبرهود هنا هيبقى انترفال. النيبرهود هنا بيبقى سيركل او ديسك. هنا النيبرهود انترفال. الانترفال دي بالكامل بتقع جوه اي. يبقى النقطه ديت انترفال. شويه الديفينيشنز اللي انا قلتهم دول هاتيهم علشان مهمين.
لكن لو انا خدت نقطه بالشكل ده هلاقي نيبر هود ايه؟ هلاقي نيبر هود which lies entirely outside. لكن النقطتين دول اي نيبر هود ليهم، اي نيبر هود اي انترفل تاخدها حواليها لازم هيحتوي نقط من جوه ونقط من بره. فالنقطتين دول هم الباوندري، دي باوندري بوينت ودي كمان باوندري بوينت. يبقى الانترفل، اللي من ايه مثلا لغايه بي الباوندري بتاعتها هي نقطه ايه؟ نقطه ايه ونقطه بي، ليها اثنين باوندريز. ماشي؟ طيب لو انت كنت الانترفل دي بتكونتينز اول ذا باوندري بوينتس كنت بتسميها، يعني لو انت بتتكلم على الست دي A و B وبتتكلم على الست دي ايه الفرق ما بينهم؟ الست دي بتحتوي الباوندري بتاعها والست دي لا تحتوي اي نقطه من نقط الباوندري بتاعها، عشان كده دي كنت بتسميها كلوزد انترفال. دي بتسميها اوبن انترفال. ماشي؟ طب لو كانت بتحتوي نقطه واحده ومش بتحتوي الثانيه كنت تسميها ايه؟ يا سيمي اوبن يا سيمي كلوزد، مش كده؟ بس كنت بتقول كلوزد انترفال او اوبن انترفال، سيمي اوبن انترفال، سيمي كلوزد انترفال، لانها كانت 1 دي دايمنشن بتاعها في اتجاه ايه؟ في اتجاه الاكس بس. تعالى بقى نعمم الكلام ده اهوت، ان انت لو كانت الانترفال بتاعتك او السيت اوف بوينتس كونتينز اول ذا باوندري بوينتس هتتسمى كلوزد سيت، ولو كانت لا تحتوي ولا نقطه من نقط الباوندري بتاعها هنسميها اوبن سيت. يبقى نكتب كده ونقول ايه؟ if e نقول e is called a closed set if it contains all its boundary، يا اما تكتب all its boundary او all its boundary points. هي هي، لان الباوندري هو الكوليكشن بتاع الباوندري بوينتس. ده لو قلنا كده هو 4 5 يبقى ده 6 7. E is called an open set if it does not contain any of its boundary points. مش بتحتوي ولا نقطة من نقط الباوندري بتاعها هنسميها ايه؟ open set. otherwise بعد التو ديفينيشنز دول لو حصل انها بتحتوي نقطه واحده وبقيه النقط ما بتحتويش، لو بتحتوي كل النقط وفي نقطه بره الحاله دي تسميها سيمي اوبن او سيمي كلوزد. otherwise E is called سيمي اوبن or سيمي كلوزد، otherwise نسميها سيمي اوبن او ايه؟ او سيمي كلوزد. ماشي الكلام؟ تعالوا ناخد مثال. يعني الكلام اللي احنا قلناه ده هو ده تعميم، للي احنا كنا درسناه قبل كده واحنا بندرس الانترفال. امتى الانترفال بسميها اوبن
لو كانت لا تحتوي اي باوندري بوينت، وامتى اسميها كلوز؟ لو كانت بتحتوي كل الباوندري بوينتس، اذروايز اسميها سيمي اوبن او سيمي كلوز. لو بتحتوي نقطه وبتحتوي ما بتحتويش النقطه الثانيه اسميها سيمي اوبن او سيمي كلوز. طيب هناخد مثال كده هو، واقول لك جيفن اي بي يساوي البوينت دي 1.5 واحد على 3 واحد على 4 find its boundary. find its boundary يعني find all the boundary points. افتكروا كده الباوندري بتاع الست ديت هيبقى ايه؟ 0 1 0 وال 1 كانها انترفال، يعني كانها انترفال في الاكس بس. خلي بالك ان انا شغال هنا في الزد في الاكس. افتكروا ايه هو الباوندري بتاع الست دي؟ ها؟ لا الباوندري، الباوندري هو ايه؟ عايز الباوندري بوينت الابسلون ده دايمتر بتاع النيبر هود او راديوس الزيرو وال1. طيب تعالوا كده نفهم الديفينيشنز ديت على الست دي. تعالوا نفهم الست دي هي ايه. لو قلت ان هو ده الاكس والواي، انا شغلت الست فين؟ ادي نقطة الوان، ده أول نقطة من نقط الايه؟ الاي. بعد كده نقطة النص، نص المسافة بالظبط. بعد كده التلت. بعد كده الربع. بعد كده واحد على 5. واحد على 6، واحد على 7، واحد على 8 وهكذا. دي النقط بتاعة ايه؟ هل النقطة اللي هنا ديت نقطة جوه ايه؟ لا طبعا، هي النقط هي اللي انا حددتها وبس. نقطة الواحد وبس والنص، لكن النقط اللي ما بين الواحد والنص مش جوه. مش جوه ايه؟ نقطة التلت جوه ايه؟ لكن ما بين النص والتلت مفيش نقط جوه ايه؟ وهكذا، واحد على 4، واحد على 5، واحد على 5. دي عبارة عن نقط متفرقة. دي عبارة عن نقط. فين الباوندري؟ كل النقط تعتبر باوندري بوينت. برافو عليك. ليه؟ لأنك أي نقطة تاخدها زي الواحد، هي إمتى النقطة تبقى تتسمى باوندري؟ تتسمى باوندري لو كان every neighborhood must contain points من E وبوينتس outside E. فأنت لو خدت هنا هو حوالين الواحد neighborhood، النيبر هود دوت بيحتوي نقط من ايه؟ اه بيحتوي الواحد. الواحد من ايه؟ بيحتوي نقط اوتسايد ايه؟ يوه ياما كتير. اي نقطة تانية غير الواحد نقطة اوتسايد ايه؟ مش كده؟ يبقى النيبر هود دوت يحتوي نقط من ايه ويحتوي نقط من ايه؟ من خارج ايه؟ طب هتصغر النيبر هود هيتغير حاجة؟ هيحتوي نقط من ايه اللي هي ال1؟ لسه ستيل بيحتوي ال1، بيحتوي نقط من خارج ايه؟ مهما صغرت النيبر هود. يبقى اذا كل نيبر هود لل1 ماست كونتين ايه؟ نقط من ايه ونقط من بره ايه؟ يبقى ال1 ده باوندري بوينت، ده الديفينيشن بتاع الايه؟ بتاع الباوندري بوينت. طب الوضع بالنسبه للنص اتغير؟ هو هو اي نيبر هود لنقطه النص، اي نيبر هود لابد انه يحتوي نقط من اي اللي هو النص، ويحتوي نقط من خارج اي، كل النقط الباقيه نقط اوتسايد. طب التلت فرق زيه بالظبط، والربع والخمس والسدس وكل وكل النقط بتاعه الاي باوندري بوينتس. في نقطه تانية ممكن تبقى باوندري بوينتس؟ طيب نقطه الصفر ايه وضعها؟ دي نقط من إيه؟ دي نقطه من اي؟ لا طبعا، نقطة الصفر مش نقطة من ايه؟ واحد على مليون، واحد على 100 مليون، واحد على مليون مليون نقطة من ايه، لكن الصفر مش من ايه، صح؟ لكن الصفر ده باوندري بوينت. لكن الصفر باوندري بوينت، ليه؟ خد له نيبر هود بأي نص قطر وليكن نص قطر صغير، واحد من 1000.
تساوي النقط من خارج اي ها نقطه الصفر اتسلف خارج اي وبقيه النقط اللي على الشمال خارج اي واللي فوق واللي تحت بيحتوي نقط من اي واحد على مليون وواحد جوه واحد على مليون واثنين جوه واحد على مليون وثلاثه جوه. طب صغر نص القطر اكتر خليه واحد على 100 مليون خليه واحد على 10000 طالما خدت ال 1000 خليه واحد على 10000 النيبر هود اللي بنص قطر واحد على 10000 لنقطه الزيرو بيحتوي نقط من اي ياما واحد على 10001 واحد على 10002 واحد على 10003 وانت طالع كده كل النقط دي جوه ايه؟ بيحتوي نقط من خارج اي كل النقط اللي على الشمال النيجاتيف مش من اي والصفر نفسه مش من اي. يبقى اذا كل نيبر هود تختاره لنقطه الصفر ماست كونتين نقط من اي ونقط من خارج اي. يبقى الزيرو اتسلف از باوندري بوينت. يبقى الباوندري بتاع الست ده هو مين؟ هو كل الست وبالاضافه ليهم الزيرو كمان. يبقى الباوندري اوف اي از اي يونيون الصفر. طبعا ده على خلاف اللي احنا اتعلمناه في كل اللي فات ان دايما الباوندري بيبقى جزء من الحاجه بيبقى نقطتين عندي الست مكونه من عدد لا نهائي من النقط لكن الباوندري نقطتين. عمر ما يكون الباوندري اكبر من الايه؟ من الست الاصلانيه. زمان. لكن دلوقتي بالديفينيشن بتاعنا الباوندري طلع كل نقط الست وكمان نقطه الزيرو اذا باوندري. اوكي؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب دي اول حاجه عايز اقولها النهارده. عايز ادخل بعد كده في الكونتينيوتي والديفرنشابيلتي بسرعه. الكونتينيوتي والديفرنشابيلتي بسرعه. طيب كنت بشترط انها تبقى ديفايند عند الايه؟ عند النقطه، ما تجيش تقول لي واحد على اكس، هنتكلم على الكونتينيوتي عند الصفر، اقول لك الفانكشن دي انديفايند عند الصفر، مش معرفه عند الصفر، ما تقدرش تتكلم على ديفرنشابيلتي، ما تقدرش تقول لين اكس وتحط لي اكس بيساوي نيجاتيف فاليو، مش معرفه هناك كانت لازم قيمتها تبقى ريل، لكن هنا هو روت اكس ديفايند عند كل اكس روت اكس ديفايند عند كل اكس او روت زد ديفايند عند كل زد حتى لو كانت الزد نيجاتيف لان القيمه بتاعتها تطلع ايه؟ تطلع كومبلكس مفيش مشكله. فالفانكشن روت اكس مش ديفايند عند النيجاتيف فاليو لكن الفانكشن روت زد ديفايند عند كل الفاليوز. فنمره واحد ان الفانكشن تبقى ديفايند عند النقطه. المهم يعني ما يجيش ايه؟ واحد على زد ناقص واحد تقول لي هنحط زد بواحد. ما ينفعش عند زد بواحد ان هيديني واحد على زيرو انديفايند. يبقى اذا علشان الفانكشن تكون كونتينيوس عند نقطه لازم تبقى ديفايند. ديفايند يعني اف اوف زد نوت اكزيستس. تقدر تحسب الفاليو بتاعت اف اوف زد نوت سواء كانت ريال او كومبلكس هنا. نمره اثنين ان الليمت بتاع الفانكشن يكون موجود. وليمت الفانكشن يكون موجود لما زد تقرب من زد نوت زد بيساوي اكس زائد اي واي وزد نوت بيساوي اكس نوت زائد اي واي نوت. فالليمت هنا هو ليمت في تو فاريبلز. فاكرين الليمت بتاع تو فاريبلز بتاع سنه اولى؟ افكركم بمساله. الليمت بتاع تو فاريبل بتاع سنة أولى كنت بقول إيه؟ كنت بقول أنا لو عندي نقطة زد نقط ونقطة زد بنقرب لها إمتى الليمت يبقى موجود؟
لو كان قيمه الليمت لا يعتمد على المسار اللي فيه زد بتقرب لنقطه زد نوت. يعني لو زد قربت من زد نوت على هذا المسار فيرتيكالي زين هوريزونتالي فيرتيكالي، يعني ايه؟ يعني الواي هي اللي ايه قربت لواي نوت وبعد كده الاكس قربت لاكس نوت. ما هي النقطه ديت هي عباره عن اكس نوت وواي نوت، والنقطه ديت هي عباره عن اكس وواي، او انها تتحرك هوريزونتالي زين فيرتيكالي على هذا الباس. يعني الاكس الاول اللي هتقرب من اكس نوت زين الواي بعد كده تقرب، او تقرب على الخط المايل اللي ميله ام، اللي فيه الواي بيساوي ام اكس، واي ناقص واي نوت بيساوي ام في اكس ماينس اكس نوت، او تقرب على البارابولا، او تقرب على اي باس تاني، او تقرب على اي باس تختاره. الليمت كان بيقول، كان كنا بنقول ان الليمت ده بيبقى موجود لو كان قيمته لا تعتمد على المسار. لا تعتمد على المسار يعني ايه؟ يعني لو اخترت اي باس من الباسس دي واي باس تخترعه قيمه الليمت هتبقى واحده. وكنا بنقول يا مين دكتور احمد اللي اداكم الكلام ده، دكتور رامي، دكتور احمد، وكنا بنقول علشان نثبت نثبت ان الليمت موجود ده بيبقى صعب. ليه؟ لانك ممكن تختار شويه باسس كتيره ويجي لك واحد يقول وطلع ان الليمت بيساوي قيمه واحده على هذه الباس، يجي لك واحد يقول لك انا اخترعت باس جديد الليمت عليه بيساوي قيمه غير القيمه اللي انت طلعتها، يبقى الليمت ده مش موجود. لكن اثبات ان الليمت مش موجود سهل. لو انا اخترت تو باس وطلعت قيمتين للليمت يبقى الليمت للليمت يبقى الليمت دهوت مش موجود. ماشي؟ هقول لكم مساله، افكركم بمساله. يبقى اذا الليمت ان هو يبقى موجود ده ليمت في تو فاريبلز. الشرط الثاني، الشرط الثالث ان قيمه الليمت بيساوي قيمه الفانكشن. لو حصل كده تبقى الفانكشن دي كونتينيوس عنده نقطه. في بعض الاحيان الفانكشن تبقى وانس انها ديفايند تبقى كونتينيوس. امتى؟ لو كانت الفانكشن دي ديفايند بوان اكسبريشن. وان اكسبريشن يعني مثلا واحد راشونال فانكشن، واحد على زد، دي هتبقى undefined امتى؟ عند الصفر. يبقى عند كل نقط الفانكشن دي ديفايند ما عدا عند زد بيساوي صفر، يبقى عند كل النقط الفانكشن دي كونتينيوس ما عدا عند زد بيساوي صفر. كنا بنسميها هناك الفانكشنز اللي الدومين اوف كونتينيوتي هو هو نفس الدومين اوف ديفينيشن بتاع الفانكشن. تعالى افكرك كده بليمت. تعالى نقول discuss الليمت لما زد تروح لزيرو بتاع imaginary part of z squared على modulus z squared. z squared بيساوي ايه؟ على جنب كده z squared بيساوي x زائد i y squared اللي هو هيساوي x سكوير زائد اي واي لكل سكوير اللي هو هيبقى ناقص واي سكوير زائد اي في 2 اكس واي. يبقى الريال بارت بتاع زد سكوير هو اكس سكوير ناقص واي سكوير، والايماجنري بارت هو 2 اكس واي. يبقى اذا انا لما اجي اقول الايماجنري اوف زد سكوير انا اقصد بيها 2 اكس واي. ولما اقول لك مودولس زد سكوير، مودولس زد سكوير هو مودولس زد اول سكوير اللي هو بيساوي اكس سكوير زائد واي سكوير. مودولس زد سكوير اللي هو بيساوي زد في زد بار، مش كده؟ مودولس بيساوي موديل الزد هول سكوير اللي هو بيساوي زد في زد بار، اللي هو بيساوي
اكس سكوير زائد واي سكوير. متهيألي قلت لكم شوفوا دي مش كده؟ قلت لكم قبل كده؟ قلت لكم انا قلت لكم دوروا على دي واثبتوها ان موديل الزد سكوير بيساوي موديل الزد هول سكوير. قلت لكم دي قبل كده؟ خلاص اديتها لكم النهارده. شوفوه اثبت ان ده هو ده. ايه الفرق ما بين ده وده؟ ده مودلس زد وبعد كده تعمل له سكوير. هو مودلس زد بيساوي ايه؟ سكوير روت بتاع الريال سكوير زائد الايماجن سكوير اللي هو روت اكس سكوير زائد واي سكوير. الروت ده لما تعمل له سكويرنج يدينا اكس سكوير زائد واي سكوير اللي هو زد في زد بار. لكن مودلس زد سكوير هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن السكوير روت بتاع الريال سكوير زائد الايماجنري سكوير. يعني مودلس زد سكوير هو مرتبط بده. سكوير روت بتاع اكس سكوير ناقص واي سكوير سكوير زائد 2 اكس واي هول سكوير. ده لما تحسبه هتلاقيه بيدي بيختصر ويدي لك برضو اكس سكوير زائد واي سكوير. اعملوها انترستنج قوي. حلو حلو قوي انك إيه انك تعمل دي مودلس اول سكوير جسر سكوير والمودلس بتاع زد سكوير اللي هو الروت بتاع الريال سكوير زائد الايماجن سكوير بتاع مين؟ بتاع زد سكوير. المهم يبقى ده بيساوي ده لما زد تروح لصفر معناها ان نقطه اكس وواي تروح لنقطه 0 و0. مش ده المنظر اللي كان بيعدي عليك قبل كده؟ ده المنظر اللي انت كنت بتحسبه في ثانوي. كان ليميت فانكشن في تو فاريبلز. الكومبلكس فانكشنز ار فانكشنز اوف تو فاريبلز اكس وواي. عشان عندي اثنين اندبندنت فاريبلز هما الاكس والاي والواي. صحيح اكس زائد اي واي بيساوي زد وبكتبها اف اوف زد لكن هي فانكشن في تو فاريبلز. الليميت ده بعمله ازاي؟ باخد باس y بيساوي ام اكس واشيل الواي واحط مكانها ام اكس في الفانكشن دي فيجي لي ليميت في وان فاريبل. احسبه باي طريقه بفاكتورايزيشن باوبيتال باي طريقه. لو طلع الليميت دهوت يعتمد على الام ما هو y بيساوي ام اكس. لو طلع فانكشن في الام يبقى كل ما هتغير السلوب بتاع اللاين اللي النقطه فيها بتقرب لنقطه الصفر كل ما هيدي لك قيمه مختلفه للايه للليمت. معنى كده ان الليمت دهوت ايه مش موجود لانه بيطلع قيم كتيره الديبنس على قيمه ام. لكن لو طلع لك قيمه لا تعتمد على ام يبقى في الحاله ديت الليمت دهوت موجود. وكلمه موجود قاصره زي ما احنا اتعلمنا في سنه اولى قاصره لان ممكن واحد يجي بعد شويه يقول لك لو حطيت واي بيساوي اكس سكوير يمكن اطلع لك قيمه ثانيه للليمت. فانا لو جيت دهوت وقلت on the pass او on the line y بيساوي mx هذا الليمت هيبقى ليمت. هنحط الواي بيساوي ام اكس يبقى هيبقى ده بيساوي 2 اكس في ام اكس على اكس سكوير زائد ام سكوير اكس سكوير. وليمت ده على الاكس لما اكس بيروح لزيرو. خلاص انا شلت الواي فيطلع ده بيساوي ليمت لما اكس تروح لزيرو بتاع 2 ام اكس سكوير على اكس سكوير في 1 زائد ام سكوير. تروح الاكس سكوير مع الاكس سكوير ويطلع ده بيساوي 2 ام على 1 زائد ام سكوير depends on ام. اذا الليمت ده does not exist. اذا الليمت does not لان الفيكتور بتعتمد على خد ام بواحد يدي لك ده بيساوي نص، خد ام بيساوي 2 يدي لك ده بواحد على كام؟ 2 على
من 4 على 5 مش كده؟ وهكذا. الليمت ده مش كده. طيب بعد كده امتى الفانكشن بتتسمى ديفرنشبل؟ اف اوف زد از كولد ديفرنشبل ات اني زد او زد نوت اف نمرة واحد it is continuous at زد نوت. نمرة اتنين الليمت بتاع الافريج تشينج اللي هو اف اوف زد زائد دلتا زد ماينس اف اوف زد على دلتا زد لما دلتا زد تروح لصفر ايكس. ساعات يتكتب كده ليميت لما زد تروح لزد نوت بتاع اف اوف زد ماينس اف اوف زد نوت على زد ماينس زد نوت. ايه الفرق ما بين ده وده؟ بيعرف؟ ايه الفرق ما بين القانون ده والقانون ده؟ الاثنين دول اللي بيدوني ديفرنشيشن، بس ايه الفرق ما بينهم؟ حد يعرف؟ ده انت بتقرا اللي مكتوب. ذكي ولبق. كويس حلو. بس يعني ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بين القانون؟ اتفضل. لا ما انا في جميع الاحوال هجيب الليمت يعني هدسكس الباسز. فهقرب من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت ومن اي باسز. ايه الفرق ما بين القانونين دول؟ طيب لما دلتا زد تروح لزيرو ده هيديني فانكشن في مين؟ هيطلع نتيجته ايه؟ انت عندك جوه في الليمت ده زد ودلتا زد، انت بتاخد الليمت على الدلتا زد، فاللي هيطلع ايه؟ هيطلع فانكشن في الزد هتختفي؟ مش هتختفي، لكن انت هنا هو واخد الليمت على الزد لما بتقرب من زد نوت، فنتيجه الليمت ده هيطلع ايه؟ رقم كونستنت يعني مش كده؟ فده في الحقيقه بيديني دريفتيف عند اي اكس عند اي زد يطلع لي فانكشن في زد ده بيساوي اف داش اوف زد، لكن ده هيديني اف داش اوف زد نوت، ده هيديني قيمه التفاضل عند نقطه زد نوت. دول القانونين اللي انت كنت عارفهم للايه؟ للتفاضل. هنا كان اف اوف اكس زائد دلتا اكس ماينس اف اوف اكس على دلتا اكس كان بيطلع ايه؟ التفاضل ات اني اكس. لما كنت بتقول اف اوف اكس ماينس اف اوف اكس نوت على اكس ماينس اكس نوت كان بيطلع لك رقم، الرقم ده هو عباره عن ايه؟ قيمه التفاضل عند نقطه اكس نوت. انت بتحسب الاكس بتقرب من اكس نوت يبقى انت بتفاضل عند ايه؟ عند اكس نوت، فده هيدينا اف داش عند نقطه، ده بيديني اف داش عند نقطه وده بيديني اف داش ات اني زد. طيب تعالوا ناخد مثال. واثنين، ناخد مثالين ونخلص. بيجي يقول لي ايه؟ نعم. اسمع زميلكم عشان انا مش سامع. نسمع زميلكم. نعم. لا سيمبل قوي ده بيديني التفاضل عند نقطة. مفيش شيفتنج كوردرز ولا حاجة، هي اف اوف زد اف اوف زد. بص المثال ده. ديسكاس ديفرنشابيلتي.
differentiability يعني شوف لي النقط اللي الفانكشن دي عندها تكون differentiable والنقط اللي عندها الفانكشن دي مش differentiable. ده معنى كلمة discuss differentiability. عشان discuss differentiability أنا محتاج discuss the two conditions دول. أول حاجة f of z بيساوي z square. The function defined على كل R2 defined for all z the polynomial z squared. مفيش ولا نقطة الفانكشن عندها مش معرف. ودي function defined one expression. يبقى لما هاجي احسب الليمت عند اي نقطة هيساوي قيمة الفانكشن وهتتجاب بالدايركت سبستيوشن. اذا الفانكشن دي continuous everywhere. الشرطين بتوع الكونتين او الثلاث شروط بتوع الكونتينيوتي متحققين. ان كل نقطه تتجاب القيمه بتاعه الفانكشن بالسبستيتيوشن ما فيهاش فراكشن ما فيهاش اي ليميتيشن على الزد. اي زد تقدر تعوض بيه. نمره 2 لو هتحسب الليمت للفانكشن محسوبه بوان اكسبريشن هتحسب الليمت بايه؟ بالدايركت سبستيتيوشن هيطلع لك نفس النتيجه. فالاثنين دول بيساووا بعض فالفانكشن دي كونتينوس افري وير. وده سمه البولينوميالز كلهم والاكسبوننشال فانكشن والساين وانس انها ديفايند بوان اكسبريشن. لكن مثلا لو تان لا في مشكله القيم اللي تخلي الكوزاين بصفر هي نقط مش معرفه للتان عندها تان زد مش معرفه يبقى النقط دي مستبعده من الدومين مستبعده من الكونتينيوتي. ليه؟ لانها راشونال فانكشن ساين على كوزاين. فالقيم اللي تخلي اصفار المقام بصفر هي النقط المستبعده من الكونتينيوتي. عشان انا بفتكر حاجات قديمه شويه. فيبقى اذا نمره 1 تكتب كده وتقول f of z بيساوي z squared is defined and continuous everywhere. Discuss continuity وdiscuss differentiability and find f dash of z wherever it exists. منين ما تقول لي ان الدريفتيف موجوده منين ما تقول لي ان الفانكشن ديفرنشبل احسب لي الدريفتيف. ده الايه؟ ده تكمله السؤال. فاول حاجه هقول ايه؟ ان f of z بيساوي z squared is continuous every where او ساعات بنكتبها continuous for R2 او on R2. R2 اللي هو ايه؟ اللي هو ال Z plane اللي الريال بارت بتاعه X والإيماجينري بارت بتاعه Y R2. طيب اوكي نمرة 2 عايزين نحسب بقى الليمت بتاع الديفرنشابيلتي. دلتا زد لما تروح لزيرو اف اوف زد زائد دلتا زد ماينس اف اوف زد على دلتا زد. ده هيساوي ليمت لما دلتا زد تروح لزيرو اف اوف زد زائد دلتا زد هي عبارة عن زد زائد دلتا زد سكوير. دي زد سكوير وده دلتا زد. فك دي هيبقى ليميت لما دلتا زد تروح لزيرو هيبقى عندنا هنا زد سكوير زائد دلتا زد سكوير زائد الميدل ترم اللي هو 2 زد في دلتا زد ده فك دي ماينس زد سكوير على دلتا زد. ده هيروح معانا وهاخد من فوق كومن فاكتور دلتا زد. دلتا زد مع دلتا زد دي تروح مع دلتا زد اللي ايه اللي تحت وده هيبقى عندي ليميت دلتا زد لما تروح لزيرو بتاع 2 زد زائد دلتا زد. دلتا زد دي عبارة عن دلتا اكس زائد اي دلتا واي. دلتا زد دي عبارة عن
تغير في اكس وتغير في واي عباره عن دلتا اكس زائد اي دلتا واي. سواء خدت الدلتا اكس هي اللي تروح لصفر الاول او الدلتا واي تروح لصفر الاول او خدت المسار دلتا واي دلتا واي بيساوي ام في دلتا زد، في جميع الاحوال دلتا زد ديت هيروح لايه؟ لزيرو لما دلتا زد دي تروح لزيرو. ده معناه ايه؟ ده معناه ان اي مسار تاخده اي باس تاخده قيمه الليمت دهوت هيساوي 2 زد. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الدريفت بتاع زد سكوير ب 2 زد فور اول زد. وكده انا اثبتت ان زي ما كان التفاضل بتاع اكس سكوير ب 2 اكس التفاضل بتاع زد سكوير ب 2 زد. طبعا المساله دي مساله عبيطه، مساله سهله، دي مساله سهله اثبتنا بيها. اذا طالما دي طلعت بدون قيد ولا شرط اذا التفاضل ده موجود فور اول زد. اذا لما يجي يقول لي ديسكاس الديفرنشابيلتي اقول له يبقى اذا دي باي دي زد بتاع زد سكوير اكزيستس every way او يعني f of z بيساوي z squared is differentiable every way. وكمان انا اوجدت التفاضل ان d by dz بتاع z squared بيساوي 2 زد اللي هو الايه؟ النتيجه اللي انا طلعتها. ماشي الكلام؟ حد مش فاهم حاجه؟ حد في حاجه وقعت منه يقول وانا اقولها. دكتور نعم. هو انا معلش تاني ليه خليت الدلتا زد تروح لصفر؟ ليه ما خليتش اكس واي؟ جميل. الحقيقه دي دلتا اكس زائد واي دلتا واي. لو انا خليت الدلتا واي هي اللي تروح لصفر الاول وبعدها الدلتا اكس الحته دي هتروح لصفر وفي الخطوه اللي بعدها دي هتروح لصفر. لو خليت الدلتا اكس الاول هي اللي تروح لصفر، دي هتروح لصفر وبعدها دي هتروح لصفر. امتى بشك ان الليمت لو غيرت المسار هيديني قيم مختلفه لو اداني صفر على صفر؟ زي في الحاله بتاعت المساله اللي قبلها اللي هي دي. الليمت ده بيديني زيرو على زيرو، لكن لو كان بيديني رقم بالتعويض كان خلاص يبقى هو ده قيمه الليمت. بالك؟ طيب تعالوا ناخد مساله تاني. لو الفانكشن كونتينوس فور اول زد يس لا شرط الديفرنشبل امتى؟ نمره واحد تكون كونتينوس، نمره اثنين الليميت موجود. فلو هي محققه الشرط الاولاني لازم ادسكس الشرط الثاني. لكن لو انا قلت الفانكشن دي لو انا اثبتت ان الفانكشن دي ديفرنشبل افري وير يبقى اكيد كانت كونتينوس افري وير. انت ايه؟ طيب جاي لك اهو. المثال الثاني f of z بيساوي مودل الزد سكوير. مودل الزد سكوير ديت عند اي زد تقدر تعوض بالزد في الفانكشن وتحسب قيمتها، وقيمتها هي قيمه الليمت لان الفانكشن معرفه تعريف واحد. يبقى الفانكشن دي كونتينوس افري وير، متفقين؟ فانكشن تحسب انها كونتينوس امتى؟ لو كان قيمتها معرفه عند النقطه اللي انت شاكك فيها والليمت بتاعها موجود. والشرط الثالث ان ايه؟ الاثنين دول بيساوي بعض، قيمة الفانكشن بيساوي قيمة الليمت. الفانكشن لما بعيد تاني على فكرة، الفانكشن لما تبقى ديفايند وان اكسبريشن، وان اكسبريشن
لما تيجي تعوض هتعوض في الاكسبريشن ده، ولما تيجي تحسب الليمت هتحسب الليمت بالتعويض في الاكسبريشن ده. يبقى الفانكشن ديت اكيد هتبقى كونتينوس. امتى تخاف؟ لو التعويض ادالك 0 على 0، عند النقطه ديت ايه الفانكشن ديت لازم احسب الليمت ده اذا كانت اصلا ديفايند. خدين بالكم؟ يبقى اذا الفانكشن دي از كونتينوس فور ارك، يبقى اف اوف زد بيساوي مودولس زد سكوارد از كونتينوس اون ارك. خلي بالك من كلمه اون، لما بنذكر في الست اون اسيت يعني ات اتش بوينت من بوينتس الست اون، ده اللي بيسموها مش انجكشن سيرجكشن. لو مش عارف لو حد سمع الاكسبريشن ده، سيرجكشن يعني على كل النقط بتاعه الست دي الفانكشن دي تبقى محققه بروبرتي، انها كونتينوس. عشان تفرق ما بين ان انا مثلا اقول لك ايه اف اوف زد كونتينوس ان ار2، معناها انها ممكن تبقى كونتينوس عند نقطه ومش كونتينوس عند نقطه ثانيه. لكن لو قلت لك كونتينوس اون ار2 يعني عند كل نقطه من نقط ار2. خد بالك من دي عشان هنكررها كده. طيب تعالى بقى نشوف الديفرنشابيلتي، وعشان تدسكس الديفرنشابيلتي لازم تقول هشيل زد بايه؟ بزد زائد دلتا زد واخد الايه؟ واخد الليمت. فانا هعمل ايه؟ اسهل من التعامل مع المودلس ده، اصل الريال سكوير زائد الايماجن سكوير تحت الجذر. فاسهل من ان انا اتعامل مع مودلس زد سكوير دي اخليها زد زد بار. حد يزعل؟ دي اسهل في التعامل. لما هاجي هجيب اف اوف زد زائد دلتا زد هيبقى زد زائد دلتا زد في زد بار زد زائد دلتا زد اول بار، صح؟ ريبليس كل زد بزد زائد دلتا زد. تعالى بقى نجيب الليمت بتاع الديفرنشيشن. ليمت لما دلتا زد يروح لزيرو بتاع اف اوف زد زائد دلتا زد ماينس اف اوف زد على دلتا زد، ده بيساوي ايه؟ ليمت لما دلتا زد يروح لزيرو اف اوف زد زائد دلتا زد هي عباره عن زد زائد دلتا زد في زد زائد دلتا زد وول بار ماينس زد بار على دلتا زد. انت عارف ان الكونجكت بيتوزع على الجمع، فالبار على زد زائد دلتا زد هيتوزع، هيبقى اديني زد بار زائد دلتا زد بار. يبقى ده هيساوي ليميت لما دلتا زد يروح لصفر بتاع زد زائد دلتا زد في زد بار زائد دلتا زد بار ماينس زد بار على دلتا زد. فك الضرب ده، ليميت لما دلتا زد يروح لزيرو هيبقى عندي زد بار زائد زد دلتا زد بار اللي هو زد في دلتا زد بار زائد زد بار في دلتا زد زائد دلتا زد في دلتا زد بار ماينس زد بار. زد بار هتروح مع زد بار على دلتا زد. ده هيبقى عبارة عن حتتين، الجزء اللي فيه دلتا زد، أنا لو خدت دلتا زد من الترمين دول مشتركة
مشترك هيبقى عندي دلتا زد في مين؟ هنا في زد بار وهنا في دلتا زد بار. والترم الثاني هيبقى عندي زد في دلتا زد بار على دلتا زد. الاثنين دول قسمتهم على الدلتا زد اديني ادتني دي. والترم الثالث على الدلتا زد. هنا نقدر بكل ارتياح نشيل الدلتا زد مع الدلتا زد لان انا بتكلم على ليميت. في الليميت بقدر اشيل الحاجه اللي بتروح لصفر مع الحاجه اللي بتروح لصفر فوق وتحت بارتياح. لكن انا هنا هوت لما اجي احسب دلتا زد بتروح لصفر ده هيديني صفر على صفر. مش هعرف قيمته. خلي بالك ما حدش يقول طب ما ده برضه بيديني صفر على صفر بس دي نفس الكميه هتروح معاك لكن دي كميه دلتا زد بار دي دلتا زد لما دلتا زد بيروح لصفر صفر بار برضه بصفر. خدين بالكم فده يديني صفر على صفر. او بمعنى تاني ان ده هيبقى بيساوي ليميت الدلتا زد هي عباره عن دلتا اكس زائد اي دلتا واي تروح لصفر. ده هيبقى زد بار زائد دلتا اكس ناقص اي دلتا واي اللي هي دلتا زد بار زائد زد في دلتا اكس زائد اي دلتا واي لا ناقص اي دلتا واي دلتا زد بار على دلتا اكس زائد اي دلتا واي. دي ما كانتش زي المسألة اللي فاتت، المسألة اللي فاتت كان عندي دلتا اكس في الباص، دلتا زد في الباص. فدلتا زد في الباص دي هتروح لصفر على أي باص. لكن دلتا زد على بار على دلتا زد دي بيديني زيرو على زيرو، دي لازم أدسكس الليمت بتاعها. ديت أنا متأكد إن على أي باص هتروح لصفر. لكن ديت ممكن أختار تو باسز ويدوني قيمتين مختلفين ليها، إزاي؟ تعال اقول انت عندك هنا هوت خلي الاول الدلتا اكس تروح لصفر وبعدها الدلتا واي وبعد كده اعكس يعني اختار تو باسز. دلتا اكس هي اللي تروح لزيرو.
الدلتا واي راحت للصفر فيتفضل دلتا اكس على دلتا اكس ماشي؟ يعني ده هيساوي زد بار زائد دلتا اكس زائد زد. زد بار زائد دلتا اكس زائد زد في دلتا اكس على دلتا اكس اللي هي بتروح معاك. خد دلتا اكس تروح لصفر يبقى الليمت ده بيساوي ايه؟ ليمت زد بار زائد زد. ايه اللي حصل عندنا؟ انا طلعت نتيجتين مختلفتين للتفاضل على مسار، طلعت نتيجه اللي هي زد بار ناقص زد، على مسار تاني طلعت زد بار زائد زد. اذا النتيجتين دول مختلفتين، يبقى اذا الفانكشن ديت از نوت ديفرنشبل الا اذا كانت زد بيساوي صفر. ليه؟ لان لو زد بيساوي صفر زد بار هي كمان بتساوي صفر، وفي الحاله ديت هيبقى صفر ناقص صفر بصفر، وصفر زائد صفر بيساوي صفر. يبقى اذا زد بار، انا اسف، اف اوف زد اللي بتساوي موديل الزد سكوير از ديفرنشبل اونلي ات زد بيساوي صفر. فواحد تاني يقول لي يعني ايه انت جبت التايهه؟ يعني ما هو عند زد بيساوي صفر الفانكشن مش هتبقى زد بار، الفانكشن هتبقى اف اوف زد بيساوي صفر. عند زد بيساوي صفر الفانكشن هتبقى اف اوف زد بيساوي صفر. مش محتاج خالص انك تعمل الليمت ده، اف اوف زد بيساوي صفر دي كونتينوس افري وير وديفرنشبل افري وير، مش محتاج انك تدسكس الليمت ايه؟ الليمت بتاعها وديفرنشيشن بتاعها بيساوي صفر، فانكشن ثابته ما بتساويش ايه؟ ما بتتغيرش، يبقى الديريفيتيف بتاعها اللي هو الريت اوف تشينج بيساوي ايه؟ بيساوي صفر، مش محتاج الهيصه دي كلها. لكن اللي احنا عملناه في المثال ده يديني فكره عن اللي انت هتعمله او اللي احنا مفروض نعمله واحنا بنجيب الديفرنشيشن بتاع مثلا فانكشن زي الساين او فانكشن زي الكوزاين او فانكشن زي اللين او فانكشن كومبوزيت فانكشن او فانكشن معقده. اذا كانت زد بار جبنا لها تو باسز وطلعت مش اكزيست ورخمه، فما بالك بقى لو انت بتشتغل على الساين ولا الكوزاين ولا التان ولا الفانكشنز ديت، هيبقى الشغل صعب ازاي؟ عشان كده في اتنين علماء فكروا قالوا هو احنا مع كل مساله هنعمل الكلام ده؟ مع كل مساله هنعمل الكلام ده؟ قالوا ده يبقى موت بقى، احنا نموت بقى مع المسائل. فقعدوا يتعبوا لغايه ما طلعوا لنا نظريه. النظرية ديت بتاعت اتنين علماء، واحد اسمه كوشي والتاني اسمه ريمان. دي اللي احنا نتكلم عليها المرة. انا لسه ما خلصتش يا بهوات، حسسنيش ان انتوا قاعدين على دبابيس، انا عندي لسه تلت ساعه اقدر اتكلم فيها في النظريه دي، بس انا مش حاجة ابتديها المره اللي جايه واخلصها المره اللي جايه. اذا الديسكشن بتاعه الديفرنشيشن صعب شويه، صعب ان انا اتكلم على ليميت في 2 دي واثبت ان الليميت ده موجود، لكن لما هنشوف الشغل المره اللي جايه هنلاقي ان النظريه دي سهلت حاجات كتيره قوي وخلتنا نشتغل مش مع الفانكشن اف اوف زد، خلتنا نشتغل مع اليو والفي. مين اليو والفي دول؟ الريال بارت والايماجينري بارت بتوع الفانكشن دي. نعم انت عايز ايه؟ زد ريال بس، يعني انت بتتكلم على اكس سكوير كده؟ يبقى
فانت بتتكلم على الفانكشن اف اوف اكس بيساوي اكس سكوير تبقى ريال فانكشن. فكلمه طبعا انت بتدور على القيم بتاعه زد اللي تخلي النتيجتين واحد، وده تفكير سليم ان النتيجتين يبقى واحد عند زد بيساوي صفر او عند زد تبقى ريال. بس زد تبقى ريال ما تبقاش انت بتتكلم على ديفرنشابيليتي اوف اف اوف زد. ما احنا ما اعترضناش، بس الفانكشن بقت توصيفها ايه؟ فانكشن اوف ريال فاريبل. ما اجيش انا اتكلم على الديفرنشابيليتي بتاع اكس سكوير بالتكنيك ده، مش كده؟ نعم. بطريقة تانية، عند الزد بيساوي صفر ايه اللي بيحصل في الفانكشن؟ الفانكشن بقت صفر. الفانكشن الصفر ديت continuous everywhere و differentiable everywhere من الديفينيشن ده، مش من المسارين الحقيقة بيني وما بينك، لكن المسارين دول طلعوا لي امتى دول هيساووا بعض. عند الزد بصفر، عند الزد بصفر الفانكشن دي differentiable. ماشي؟ ليه؟ مش علشان دول بس، كان الديفينيشن دي حاجه. اي سؤال؟ بالنسبه للناس اللي ما امتحنوش المتر، احنا انتوا عرفتوا نتيجه المتر ولا لسه؟ تعرفوها قريب ان هم نتيجه فضايح. فدي كده تعرفوا الفضايح يعني. نعم. الايه؟ الفاينل بقى يبقى سهل. قابلني فانتوا هتعرفوا النتائج بتاعت المتر بتاعكم. بالنسبه للناس اللي ما امتحنوش المتر يعني تقريبا كده لسه ما اكدتش تقريبا، يا اما هيبقى الاثنين اللي جاي او الاثنين اللي بعديه هنعمل لهم متر. هكتب الميعاد بالظبط على باب الاوضه بتاعتي وابلغ المندوب، هبلغ عشان كل الناس تبقى عارفه. في حد عنده اي سؤال؟ اتفضل.